وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب ربنا جل في علاه الذي قال فيه عثمان بن عفان: إن طهرت قلوبنا لم تنشبع من كلام ربنا. وقال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فعليه بكلامه، فإن أحبه فقد أحب الله جل في علاه. بلغنا في سورة غافر إلى قوله جل في علاه: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع على إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. هنا في ختم الآيات يقول الله تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن فرعون فعل ذلك وطلب من هامان هذا الطلب لا ليصل للحقيقة، بل هو كيد يكيد به من أجل أن يوقع موسى عليه السلام بينه وبين الناس. في هذا الباب يريد أن يبين زيف موسى عليه السلام، مع أنه من داخلة نفسه يصدق أن موسى عليه السلام بأنه صادق وأنه جاء من قبل ربه جل في علاه، وأن الآيات التي أتى بها موسى عليه السلام هي حق ومع ذلك فإنه كما قلنا فإنه في هذا الباب أراد الكيد والمكر. وهذا هو حال أهل الكفر والطغيان، عندما تأتيهم الحقائق يريدون أن يزوروها، أن يتحالوا عليها من أجل صد الناس عن سبيل الله جل في علاه. أرأيت كيف قال الله تعالى واصفا ما يفعلون بأنهم على مكرهم: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وأنت انظر إلى كثير من الأمم السابقة كيف كانوا يمكرون لأنبيائهم ولرسلهم، وقد مكروا لشعيب ومكروا لصالح ومكروا لهود أيضا ومكروا لموسى عليه السلام ومكروا بعيسى. أنت ترى المكر الذي كان لعيسى عليه السلام وقد ألبوا عليه الروم وأرادوا قتله وصلبه. قال الله تعالى: ومكر الله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فهم أرادوا صلبه وقتله، فالله تعالى مكر بهم، قال: إني متوفيك ورافعك إلي. ولذلك قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال وما قتلوه يقينا ووصفهم لا في شك منه. هم في شك من هذا الباب، يقولون الشبه شبه عيسى والبدن ليس بدن عيسى. مكر الله بهم، هم مكروا فمكر الله بهم سبحانه وجل في علاه. ومكر الله خير الماكرين. أيضا قال الله تعالى: ويكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهل الكافرين أمهلهم رويدا. مكروا بإبراهيم عليه السلام وأرادوا به كيدا فجعلهم الله جل في علاه هم الأخسرين. أرادوا نصرة لأصنامهم التي يعبدونها من دون الله جل في علاه فأضرموا النار وألقوا عيسى إبراهيم عليه السلام وألقوا إبراهيم عليه السلام في النار، نعم، حتى أن الوثاق تتحرق أمامهم وهو لا 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 لا, لا يصله مكروه. فمكر الله بهم ورد كيدهم إلى نحرهم. قال الله جل في علاه: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ومكروا بيوسف عليه السلام. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ودخل معه السجن فتيان. فكان الأمر مرتبا من قبل الله جل في علاه، أراد أن يمكن ليوسف في الأرض. فلما دخل السجن كان هذا السبيل إلى تمكين موسى يوسف عليه السلام في الأرض، نعم. فخرج عزيزا على مصر، فمكروا به، مكرت المرأة به وهو استعاذ بربه جل في علاه، اعتصم به والتجأ الله، صدق اللجأ إلى الله جل في علاه. ثم مكروا به وكادوا له من أجل أن يسجن، وسجن بريئا مظلوما. ولذلك لما أتاه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. انظر كيف أن الله تعالى يبين لنا هذه الأمور، بأنه مهما كاد أهل الكفر فإن الله تعالى من وراء القصد، وأن الله جل في علاه يكيد بكيدهم ويمكر بمكرهم، وأن الله تعالى يرد كيدهم إلى نحورهم كما فعل مع نوح وهم يستهزئون به، والله جل في علاه يمكر بهم. هم قاموا يريدون قتل نوح، وكلما مروا على نوح عليه السلام يستهزئون به، كلما مر عليه قوم ملأ من القوم سخروا به.
قال ان تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخروا. لكن ماذا حدث؟ قلنا نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول، الا من سبق عليه القول. فهنا بعد ذلك لما قام نوح يتوسل ويستغيث من كيدهم ومكرهم، واني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر. هم كلما يمر عليهم بلسان قالهم ولسان حالهم يقولون طلبنا ذات ولم يسلك مسالك، ان السفينه لا تجري على اليابس، نعم لكنها تجري على المياه. ويغرق الله الارض جميعا بكفرهم بنوح عليه السلام. فهنا اراد فرعون الكيد لفرعون والمكر من فرعون، واراد ان يبين زيف فرعون على ما يزعم هو، والكيد اراد الكيد والمكر بيوسف عليه السلام حتى يظهر ان موسى لم يكن على حق. قال الله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات. يعني هو الان الله تعالى يبين لنا عن عتو فرعون وتمرد وجحود وتكبر فرعون وكبره في تكذيب موسى عليه السلام. فامر وزيره هامان، وهامان هذا اكبر الكهنه الموجودون في هذا العصر، امره ان يصدر الامر ببناء الصرح العظيم، القصر العالي المنيف، من اجل ان يتخذ هذا القصر فيطلع الى اله موسى الذي زعم انه في السماء. قال: فاوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا. في قولي لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، يعني يطلع الى اسباب السماوات الارض واترك السماوات الارض، فيطلع، يقول فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. وهذا من عتو كفره ومن شديد طغيانه وتمرده انه كذب موسى عليه السلام، فان الله جل في علاه في السماء وان الله ارسله من السماء. والله جل في علاه يعلم بمكر موسى، بمكر فرعون لموسى وكيد فرعون. قال الله تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، اي ان الله تعالى استدرجه من حيث لا يعلم، لانه يعني اراد ان يتوصل الى تكذيب موسى عليه السلام فيصد الناس عنه، فكان الامر عليه هو وليس له، وظهر زيفه وكذبه وبهتانه، وظهر ايضا المكر الذي كان به والكذب الذي هو فيه. ولذلك قال الله تعالى: وما كيد فرعون الا في تباب. وما كيد فرعون الا في تباب، يعني الا في خساره وهوال. فهو كيف هو يحارب الله جل في علاه، الذي يمكر ليحارب الله جل في علاه، فان الله جل في علاه له امور وشؤون عند التعامل معه، فان الله جل وعلا يستدرجه من حيث لا يعلم. يستدرجه الله من حيث لا يعلم ليجر الى هلكته، ثم بعد ذلك يظهر زيفه وخسارته ووباله، لان الله تعالى لا يضيع اوليائه، لا يضيع اوليائه مهما كان، فانه لا يضيع اولياءه. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب الي بنوافل حتى احبه. نعم، من عاد لي وليا حقا محققا، فان الولي هو الذي غلبت طاعته على معصيه، وغلبت حسناته على سيئاته، والذي يعمل لدين الله جل في علاه. اما الذي يقوم يعمل امر الدنيا، ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره. وفرعون ما اراد الا الملك بمراميه الشاسعه في مصر وفي غيرها، والخلد في الدنيا. وموسى ما جاء ليهدم ملكه، موسى جاء ليثبت ملكه، لكن هو يحسب بانه عندما يرجع للمرجعيه الدينيه، عندما يرجع الى موسى عليه السلام، فان هذا يكون هداما لمكانته او لسيادته او لماله او لوجهاته. وهذا تلبيس ابليس، هذا من تلبيس ابليس. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الى ملوك كسرى وقيصر والحبشه، بعث اليهم وقال لهم بان هذا تثبيت الملك. ولذلك لما كسرى مزق خطابا للسلام، قال: مزق الله ملكه وقاتل بعضهم بعضا، الولاد يقتل بعضهم بعضا، حتى ترأست المراه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. لما عظم ملك الروم خطابا للسلام، قال: عظم الله ثبت الله ملكه. ولذلك قال الله تعالى: وما كيد فرعون الا في تباب. هو يكيد لمن؟ ده يكيد لرسول من رسل الله، يكيد يصد عن سبيل الله، يكيد يحارب الله جل وعلا. حارب وقاتل كيف ما شئت، حارب وقاتل كيف ما شئت، فانظر بعد ذلك لمن تكون الغلبة. أنت تقاتل الله، تحارب الله جل وعلا، من ينتصر؟ من ينتصر؟ قال: وما كيد فرعون إلا في تباب، إلا في خسارة، إلا في وبال، إلا في نقصان. ولا يمكن أن يمكن، ولا يمكن أن يعتلي، ولا يمكن أن يوجه، يعني تكون له الوجاهة ويمتلئ
امتلاء على ما قال، يعني معتزا بنفسه عندما قال مغررا بمن يتبعوه، قال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وانظر كيف الأغمار يسمعون لذلك ويسارعون في اتباع هذا القول. هذا دلالة على أنهم هناك خبث طوية، هناك أيضا سوء نية مع قلب لا يتشرب الإيمان، فصدهم الله جل في علا عن البيان، عن الحجة والبرهان والبيان، لم يعقلوا، لم يفهموا، لم يتبعوا، لم ينقادوا، ولذلك الله جل وعلا يعني أهلكهم في كل واد. أرأيت ماذا فعل الله جل في علا عندما أغرق؟ فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا على موسى أضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين. الحق بأن الله جعل مكر بهم وأتى به. شوف الاستدراج، موسى عليه السلام يريد يضرب البحر عشان من أجل أن يغلق حتى لا يتبعوا فرعون، الله جعل قال لا يا موسى ليس من شأنك هذا، واترك البحر رهوة، إنهم جند مغرقون. فسبحان ربي الجبار الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. اللهم ارزقنا الزهد في الدنيا بما فيها ومن عليها، اللهم ارزقنا الزهد في الدنيا بما فيها ومن عليها، وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. قال وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. هذا الذي آمن وكان قد كتم إيمانه، فقد قال لقومه الذين طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا وتمردوا على موسى عليه السلام وعلى رسالات الحق وطلبوا الدنيا وأثروا الدنيا على الآخرة، قال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، اتبعوني أهدكم، لا كما كذب فرعون وقال لكم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، بل اتبعوني لأهدكم سبيل الرشاد، وما سبيل للرشاد إلا بأن تتبع موسى عليه السلام وما جاء به من الرسالات، وأن الله جل وعلا لا يرضى عن العبد، إن الله لا يرضى عن العبد أن يتبع وينقاد إلى ما أمر الله به جل وعلا وقدره سبحانه جل في علاه. يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا، يزهدهم في الدنيا، الدنيا ليست مستقرا، ليست لحي وطنا ولله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، علموا أنها ليست لحي وطنا فاتخذوا فيها صالح الأعمال سفنا، على ما قال بعض أشعراء في هذا الباب، على أن الدنيا بأسرها لا تساوي شيئا، فعلى المرء أن يكون لبيبا قريبا عند النظر الدقيق لهذه الدنيا. هي دنية، هي نعم لها زخرف، لها زخرفة ولها بهرج عظيم ممكن أن يخطف العين، لكن في حقيقة أمرها أن حتى نعيمها فإنه يشوبه الكدر، لا يمكن أن تراه صافيا بحال من الأحوال. لذلك الله تعالى أراد أن يبين الأمة بأسرها، هذه الدنيا تتعلقون بها، هذه الدنيا التي من أجلها تركتم الآخرة، هذه الدنيا التي من أجلها عصيتم ربكم وتعديتم وجحدتم. اللهم اغفر لنا، نحن جميعا نقع في مثل هذا، فاغفر اللهم لنا وأنت أرحم الراحمين. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاخترط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مالي وللدنيا كراكب قال تحت ذل الشجرة وتركها وراح، قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في مفائد الناس يحبك الناس، فزهدهم في الدنيا. قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا، زهدهم في الدنيا التي لا تساوي شيئا، هي دنية قريبة جدا في إلى زوال وإلى انتهاء، لا تمكين فيها ولا ملك فيها يستديم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما أحد يستقر. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنما هذه الحياة الدنيا متاع زائل، متاع يشوبه ما يشوبه من القدر، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. اللهم اجعلنا من طالب الآخرة واجعلنا من أبناء الآخرة ولا اجعلنا من أبناء الدنيا، وإن المرأة لا يدب حب الدنيا في قلبه يسري رويدا رويدا دون أن يدري، فإن تمكن في القلب ضاع القلب وضاع البدن، ضاع القلب، لأن من أحب الدنيا أضر بالآخرة، ومن أحب الدنيا أبغضه الله جل وعلا، لأن الله لا يحب الدنيا، الدنيا ليس فيها ثمة شيء إلا طاعة الله جل وعلا. وإن كان الحديث في بعض الضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما
ومتعلما. إذا مجالسكم هذه هي المجالس، هي أعظم المجالس أثرا وأعظم المجالس مكانة التي قد اصطفاكم الله لها، بأن هذه المجالس هي التي ترتفع ويرتقي بها أصحابها عند ربهم، وهي التي بانطلاقة أو الانطلاقة منها إلى قيادة الدنيا بأسرها، إلى قيادة الدنيا بأسرها. لأن العالم كما قلت، العالم هو الذي يسير الناس، لا أن يسيره أحد. العالم الذي يترك نفسه ويسيره أحد، هذا رجل لا يعلم، هذا رجل يعني يعتبر مأفون، مفتون، مغبون، لا يعلم قدر نفسه، وقد زهد وازدرى ما أعطاه الله من نعمة. العالم الذي يترك نفسه لمن يسيره فهو عالم لم يعلم نعمة الله عليه. العالم هو الذي يسير الناس جميعا لا أن يسير، وإن كان قد زل وأخطأ لابد أن يعالج نفسه، ولابد أن يراجع، ولابد أن يتراجع، ولابد أن يعني أن يسعى في الطريق الذي يرضاه الله جل وعلا. لكن هو العالم، العالم هو الذي يسير الدنيا بأسرها. فنسأل الله ألا يجعلنا من أهل الدنيا. علي بن أبي طالب كان يقول ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر فيقول اللهم لا، يعني هو يحمل الحجرة ويحمل معه أصحابه، فكان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. كان ابن عمر يمر بالقصور فإذا نظر إليها استدار أدار بوجهه، ثم يتلو كلام الله جل وعلا فيقول ولا تمدن عينك لما متعنا بها زوجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فانظر، فكان ابن عمر يعني يأخذ بامرأتي ويقول قومي، فتقوم فيقول لها فصلي. فسبحان ربي العظيم، هذه الدنيا لا تساوي شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال له يعني بكم تشترون هذا؟ قالوا ولا بدرهم يزهدون فيه. قالوا إن لم يكن ميتة فهو أسك في عيب في أذني، حتى في يعني لو لم يكن ميتة فهو في عيب في أذني، أنا أشتريه. قال الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، قال الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. لذلك قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. نعم، ولذلك يؤتى بالموت في عرصات يوم القيامة فينادى في أهل الجنة وأهل النار، يا أهل النار يشربون ينظرون، يا أهل الجنة يشربون ينظرون. فيقال أتعرفون ذلك؟ يقول نعم الموت، فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، هي دار القرار. جنة عدن المستقر، يعني من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، يعني واحدة مثلها، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. قال إذا عمل العبد حسنة فاكتبوها له عشر إلى أضعاف مضاعفة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، هذا من عظيم رحمة الله بالعباد. وإذا هم بسيئة فعملها فاكتبوها سيئة واحدة، وإذا عمل هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي. قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. شوف انظر، ولذلك قال الحسن البصري المغبون من غلبت سيئات عشراته على أحاده. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أتى بالنهاية، أي لا يتقدر بجزاء بل يثيب الله جل وعلا ثوابا عظيما لا حد له ولا حصر، وكفى أنه سيجاور ربه في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ينظر إلى الله جل وعلا غدوا وعشية، ينظر إلى الله جل وعلا ويعني يزداد جمالا وبهاء على جماله وبهائه في يوم المزيد. والله جل وعلا يكرمهم أيما كرم، ما من أحد يدخل الجنة إلا وهو مكرم. هذا العبد آخر المؤمنين دخولا الجنة عندما يخرج من النار، والله تعالى يستدرجه. نعم، ينبت له شجرة فيقول اجعلني أستظل بهذه الشجرة، إلى أن يرى أهل الجنة فيقول أدخلني الجنة، فيقول ما أقدرك يا ابن آدم، ثم يقول تمنى. فهو يذكره بقصور الدنيا وأهل الدنيا، يقول لك الدنيا ومثلها. في رواية أبي هريرة وهي رواية صحيحة يقول لك الدنيا وعشرة أمثالها. هذا أقل أهل الجنة نعيما ومتعة. الله أكبر، له الدنيا بما فيها. انظروا، ده الرجل بينتقل من بيت لبيت يقول أنا الملك، ويكون أرقى بعض الشيء في هذا البلد. منتهى أمله أنه يذهب إلى بلد من بلاد أوروبا مثلا أو أمريكا فيجلس فيها بعض الشيء، منتهى أملي.
لا الدنيا بأسرها وعشرة أمثالها أقل مؤمن يتمتع في الدنيا في الجنة هو هذا الرجل. ولذلك احنا لا نتصور هو من أجل أن هذا غيب فنحن نؤمن به، لكن المسألة راجعة إلى قوة الإيمان في القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لمن ديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن خطر ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، اللهم إنا نعترف لك بذنوبنا فاغفر وارحم، والله ما نريد الذنوب، والله ما نريدها، ولكن نستغفر الله على ما يبدو منا، ونسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يثبتنا على الحق وأن يجعلنا من أهل الفيئة وسرعة التوبة والأوبة إلى ربنا جل في علاه. اللهم أمين رب العالمين. هكذا تنظر إلى الفرق والبون الشاسع والفرق الواسع بين أهل الدنيا وأهل الآخرة. نعم، ولذلك رأس كل خطيئة حب الدنيا، ورأس كل نجاة حب الآخرة وكراهية الدنيا. الفوائد المستنبطة: أهل الطغيان وأهل الكفران مكرهم وكيدهم سبيل للنيران، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ألطاف الله بعباده إنه يظهر مكرهم ويرد كيدهم إلى نحرهم، ويلطف بعباده سبحانه جل في علاه. إن الله لا يهلك حتى يقيم الحجج والبراهين. قال: يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، لأن الآخر قال: قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الزهد في الدنيا رأس كل طاعة. عظيم رحمة الله جل في علاه جعل الحسنة بعشرة أمثالها إلى ضعاف كثيرة، وهذا من لطف الله بعباده، أراد بهم نجاة وإن أرادوا بأنفسهم هلاكا. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. هل يمكن القول بقوله تعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار؟ أنه قال عن الدنيا متاع بأسلوب ذكر تحقير شأنها، أما الآخرة طبعا لابد أن تعلموا أن التنكير يأتي للتعظيم ويأتي أيضا للتحقير، يأتي التنكير يأتي للتعظيم ويأتي للتحقير. قال عن الدنيا متاع بأسلوب ذكر، طيب، فقال هي دار القرار استخدم غير شأن العلو شأنها ومكانتها. هذا صحيح، هذا كلام جميل جدا، هذا بديع بدائع بلاغية. منيبين آية التقوى في المصلاة وتكون المشركين، هل هذه الآية تدل أن ترك الصلاة من الشرك؟ نعم، استخدمها أو استدل بها من قال بأن ترك الصلاة شرك، وعدد ذلك بقول الله جل في علاه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. أزول أنت تأخرت وضيعت عليك درس التفسير يا ابن الحلال، غفر الله لك، غفر الله لك على كل شيء. أكرمكم الله. إذا أوصى شخص بمبلغ معين للفقراء، فهل يصح أن نعمل له الأفضل وهو الصدقة الجارية أم يلزم الوفاء بالوصية؟ إن كان قد أطلق أعطى بإطلاق فنعم، أما إذا عين الوصية وأرادها فلا تغير إلا إذا أذن بذلك. هل أصح صلاة النافلة بعد صلاة العصر؟ لا، صلاة النافلة لا تجوز بعد صلاة العصر. الحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال: حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.